السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ بإذن الله دورة مبسطة عن أعمال صيانة الطرق. مكونات الدورة: أولا، مقدمة عن الصيانة وأهميتها وعلاقتها بالاقتصاد القومي. ثانيا، المدح الظاهري لعيوب الرصف والأدوات المستخدمة في الفحص. ثالثا، أنواع العيوب الموجودة في طبقات الأسفلت، وسنتناول كل عيب مع إيضاح مكانه في الطريق وسبب حدوثه ودرجة خطورته مع الاسترشاد بصور من الموقع. رابعا، طرق صيانة العيوب الموجودة في طبقات الرصف. تعتبر صيانة الطرق هامة وأساسية وقادرة على المساهمة في انتعاش الاقتصاد القومي، كما أن عدم القدرة على الاحتفاظ بشبكة طرق ذات كفاءة عالية في التشغيل يؤدي إلى تلف سريع لشبكة الطرق وزيادة الحوادث، علما بأن إعادة الإنشاء لشبكة الطرق تكون مكلفة اقتصاديا. لذلك لابد من وضع نظام جيد لإدارة أعمال الصيانة للطرق يتناسب مع درجات الصيانة المختلفة، سواء كانت الصيانة دورية أو شاملة. كروك يوضح ضرورة استمرار ميزانية الصيانة لتغطية تكلفة عيوب الأسفلت. تبدأ عملية تدهور الطريق مباشرة بعد فتحه لحركة السيارات، حيث يبدأ هذا التدهور ببطء شديد لدرجة يصعب ملاحظته في البداية، وبمرور الزمن يزداد معدل التدهور بمعدلات سريعة. لذلك لابد من التدخل بعمل صيانة دورية للطريق لتقليل معدلات التدهور إلى أن يصل الطريق إلى درجة يحتاج فيها إلى إعادة إنشاء. فكروكي يوضح علاقة ما بين أي تكلفة وعمر الرصف مع حالات الصيانة. أولا، دي تكلفة الإنشاء اللي هي أكبر حاجة. بعدين ببدأ أنا بدي نفقات لعمل الصيانة الدورية. مع مرور الوقت تكلفة الصيانة بتزداد تزداد إلى أن أصل إلى مرحلة أحتاج فيها إلى إعادة إنشاء الطريق. ثانيا، المدح الظاهري لعيوب الرصف. الأشخاص الفاحصين لحالة الطريق يكون جميع الأفراد الذين يقومون بفحص حالة الرصف من المهندسين المدنيين ذو خبرة ودراية بكافة عيوب الرصف وتقييم حالة الرصف، وعدد المهندسين لكل قطاع يجب أن لا يقل عن 2. ثانيا، الأدوات المستخدمة في الفحص: عدة مستقيمة من الألومنيوم بطول 3 متر، شريط قياس فايبر جلاس 30 متر، آلة تصوير فوتوغرافية، عربة بسائق بها عداد متر للقياس. عيوب الرصف الأسفلتي تنقسم إلى 4 أنواع: عيوب ناتجة من شروخ الرصف، عيوب ناتجة من تشوه استواء سطح الأسفلت، عيوب ناتجة من سطح رصف زلق، عيوب ناتجة من تفكك سطح الرصف. شرط يوضح العيوب الموجودة في سطح الرصف الأسفلتي. يندرج تحتها 4 أنواع اللي ذكرناهم، تحت كل نوع يندرج تحت الأنواع الخاصة منه. يعني عيوب ناتجة من شروخ الرصف يندرج تحتها الشروخ التمساحية، شروخ بلوكية، شروخ حواف الرصف، شروخ طولية وعرضية، شروخ انزلاقية. عيوب ناتجة من تشوه استواء سطح الأسفلت يندرج تحته التموجات، الهبوط، تقوم الرصف في الاتجاه العرضي، التخدد، الانتفاش، التحدب. عيوب ناتجة من سطح رصف زلق يندرج تحته نطح الأسفلت، بري الركام. عيوب ناتجة من تفكك سطح الرصف يندرج تحتها تآكل وتطاير الركام، الحفر، الرقعة الأسفلتية، التقاطع مع السكة الحديد. وبإذن الله هنتناول كل عيب من العيوب المذكورة مع توضيحه بصور من الموقع وذكر أسباب حدوثه وذكر طريقة معالجته طريقة تحديد درجة شدته. انتظرونا في الجزء القادم لنستكمل باقي سلسلة الدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.